Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talhan. You're watching Learn English with Mr. Talhan. حبايبي اهلا بيكم مرة تانية في حلقة جديدة من حلقات كورس الجرامر واللي بنبتدي من الصفر من الاول خالص. النهاردة ان شاء الله معدنا مع الحلقة الرابعة واللي هنتكلم فيها How to make a question using am, is and are. ازاي هستخدم am و is و are في عمل سؤال. Verb to be في المضارع شكل ما اتكلمنا عنه قبل كده. Am is or عرفنا ازاي بختاره مع الضمائر والاسماء وكمان عرفنا ازاي بنفيه. النهارده ان شاء الله هنعرف ازاي بعمل بيه سؤال. مهم جدا يا حبايبي النهارده ان نعرف ان am or is or are لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل. تاني am is or لما تيجي في اول السؤال بيكون معناها هل والاجابه عليها دايما بتكون yes or no. تاني yes or no. يبقى لازم اعرف ان am is or شفتها وشفت في الاخر question mark علامة استفهام على طول يبقى دي هل. طب الاجابة عليها بايه؟ بيس لو اجابة مثبتة او نو لو كانت الاجابة منفية. هبدأ ادي ابني او بنتي امثلة بسيطة على الكلام ده الاول. يعني مثلا هجيب له صورة قطة وابدأ اقول له is it a cat is it a cat. هبدأ اقول له تعالى يلا نترجم السؤال ده واقول له يا ترى السؤال ده معنى ايه. فلازم يقول لي هل هي قطة. تاني هل هي قطة. هبدأ اقول له يا ترى اللي قدامي دي قطة ولا مش قطة. طالما طلع قطة فالمفروض ان انا اجاوب بيس. جميل. بعد ما اجاوب بيس يا حبيبي لازم اطلع ابدل الفاعل مع الفعل المساعد اللي هو verb to be اللي انا سائل بي. يعني بدل ما هي is it هخليها it is. فبالتالي الاجابة هتكون yes it is. تاني yes it is. وما انساش الفلسطوب في نهاية الجملة. هبدأ أدوله صورة واحد والواحد ده سعيد وابدأ أسأله السؤال ده is he sad is he sad. وابدأ أقوله يلا تعالى نترجم مع بعض. فهيقول لي is he sad معناها هل هو حزين. تاني هل هو حزين. طب هبدأ أقوله يا ترى اللي في الصورة ده حزين. فهيقول لي لا. طب لا يعني ايه؟ اكيد هقول no. تاني no. لازم اعوده ان عشان ادي شورت انسر يعني اجابه مختصره لازم اطلع ابدل الفعل المساعد مع الفعل. فبالتالي هقول no he isn't. بدل ما هي is he هتبقى he isn't. هيقول لي زودت not ليه؟ هقول له طالما الاجابه بنو يبقى لازم مع verb to be بحط not. فبالتالي الاجابه هتكون no he isn't. again no he isn't. هبدا اديله مثال ثالث. مثلا هجيب له صوره اولاد والاولاد دول بيجروا وابدا اساله السؤال ده are they swimming are they swimming. فهيبدا يقول لي اه والله لا ده هم مش بيعوموا ده هم بيجروا. فبالتالي الاجابه بتاعتي هتكون بنو. وعشان اعمل شورت انسر لازم اطلع ابدل الفاعل مع الفعل المساعد اللي هو verb to be. فبالتالي هقول no they aren't no they aren't. برضو حطيت not ليه؟ اقول له عشان في الاول no no they aren't. وهنا بقى لازم اخلي بالي من حاجة مهمة جدا في السؤال اللي جاي ده. هجيب له مثلا صورة ولد بيأكل وبعدين هسأله السؤال ده are you eating are you eating يعني هل انت تأكل. تاني are you eating هل انت تأكل. هيقول لي اه انا هنا شايف الولد بيأكل فبالتالي هجاوب بيأس. طب انا جاوبت بيأس يا مستر بعدها قال لي هطلع ابدل. فهنا على طول لاول وهله هقول لي yes you are yes you are. هبدا الفت انتباهه هنا ان انا لما اساله هل انت بتاكل هقول لي ايوه انا باكل. فبالتالي you هنا لازم تتحول ل I. طب I يا ترى بتاخد are؟ هقول لي لا I بتاخد am. فبالتالي لازم are you بتتحول في الاجابه ل I am. فهقول yes I am yes I am. يبقى هنا انا جاوبت بيس وفي نفس الوقت حولت are you ل I am. تاني are you ل I am. طب يا ترى are you لازم تتحول ل I am؟ هقول لك لا لان هنا بسال you ويو هنا مفرد. طب اقدر لو انا جبت اتنين بياكلوا وقلت are you eating يعني هل انتوا بتاكلوا؟ هقول اه. هنا بقى ما ينفعش اقول yes I am. امال هقول ايه يا مستر؟ قال لي هقول yes we are. لو حد بيسالني بيقول لي هل انتم بتاكلوا؟ هقول له ايوه احنا بناكل. يبقى اذا لازم اخلي بالي ان يو المفرد بتتحول في الاجابه لاي اما يو الجمع بتتحول في الاجابه لوي. يس وي
are. وبكده يبقى أنا قدرت أوصل لابني إزاي إن am, is, and are لما يجوا في أول السؤال بيكون معناهم هل وبيكون الإجابة عليهم yes و no. وعشان أدي short answer لازم أبدل الفاعل مع verb to be ولو في no بحط في الآخر not. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. Goodbye. Assalamu alaikum.